أحسن الله إليكم. رسالة وصلت من مستمع للبرنامج يقول: عندما يرفض الصغير فضيلة الشيخ أن يسمع أوامر الكبير، هل الضرب في مثل هذه الحالة يجوز؟ ومتى يكون الضرب للصغار الأطفال؟ نعم، المربي الوالد أو الوصي أو المعلم الذي يربي الأطفال له أن يضربهم إذا خالفوا ضربا غير مبرح. قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا احتاج إلى الضرب لأنه أرجع وأبلغ في تربية الصغير فإنه يضرب على قدر حالته، وإن يشدد عليه الضرب يكون ضربا غير مبرح. نعم.